ينضم إلينا من بغداد للحديث عن عودة التظاهرات بشكل أكبر ورمزية إصرار المتظاهرين على الاعتصام مرة ثانية في ساحة الحبوب بالناصرية. معنا دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية عبر الهاتف. أهلا بك دكتور. بداية، ما هو شعور المتظاهرين الآن وقد نجحوا باستعادة حضورهم في ساحة الحبوب بالناصرية؟ حياك الله أخي العزيز، وحي القناة وحي المشاهدين الكرام. الثوار منذ أن بدأوا ومرورا بكل الأزمات وكل ما رأوا من قمع ومحاولة لوأد الثورة أو إبطالها، هم مقتنعون قناعة تامة أنهم خرجوا لكي يتمموا مشوار إنقاذ العراق، وأي تغيير أو تبدل أو ترتيبة معينة في آلية أو شكل التظاهرة والثورة ما هي إلا تكيف علمي للثوار مع أعدائهم تجنبا للمزيد من الخسائر. وبالتالي الثورة وجدت لكي تبقى، وها هي الآن تؤكد وجودها وستبقى بإذن الله. لكن دكتور، لماذا هذا الهجوم العنيف ضد المتظاهرين من قبل القوات الأمنية خصوصا على المتظاهرين في ذي قار؟ هم هؤلاء أدوات بيد طغاة العراق، ولأن الثورة خرجت لكي تغير هذه الوجوه القذرة ولكي تنهي هذه العملية السياسية الفاشلة، فهذه الطغاة يحركون أذنابهم وأدواتهم القذرة لوأد أو لأداء أو لمخافة الثوار. ولكن الثوار كما قلت أنهم خرجوا باسم العراق وفي قلبهم العراق وعينهم العراق ومستقبلهم العراق، فهم سيبقون وسيكونون أقوى من الطغاة، وهذه حقيقة الشعوب الثائرة. وماذا إن ارتكبت القوات الأمنية مجزرة في الحبوب أو غيرها من الساحات على صعيد ما جرى سابقا؟ ما الضامن لعدم حدوث ذلك؟ نسأل الله أولا أن لا تراق دماء عراقية طاهرة، ولكن للأسف الشديد لا نستبعد ذلك سواء كان من قبل الحكومة مباشرة أو من الأشخاص المدسوسين المدسين بين هؤلاء وهؤلاء. ولكن الثورة لأنها طريق خلاص العراق، والعراقيين رأوا لا مجال لخلاصهم وأنقاذهم إلا بثورة وبالتغيير، وبالتالي الشهادة لديهم هي سبيل لإنقاذ وطن، وبالتالي حتى ذا قناعة لا توقفها الرهاب ولا يقوفها فرقة ولا يقوفها دخانية. دكتور قحطان، يعني خروج كربلاء والقادسية والبصرة وحتى بغداد في تظاهرات مساندة للمتظاهرين في ذي قار، إلى أي مدى يؤكد أن الثورة لم تمت كما حاولت الحكومة ترويجها عند فض الاعتصامات بساحات التظاهر في تلك المحافظات؟ هذا يؤكد أن الثورة واحدة، يؤكد أن الثورة واحدة وأن أدوات التعبير عن ذاتها واحدة. فعندما هدأت لسبب ما بالكورونا مرورا بالقصر التي والحالات القتل والتشريد، الآن عادت أيضا همة واحدة وكأنها ساحة واحدة. نعم. وان تنوعت صحاتها ومسمياتها. اذا هذه حقيقه الثوره انها باقيه وشامله وعميقه وافق واسع لها، وهذا هو حال العراقيون وهذا حال الثوار والشعوب الحيه. في سؤال مختلف، هل تتوقع ان تستمر حكومه الكاظمي في مهمتها بعد فشلها؟ وما الضامن لعدم تزوير الانتخابات كما جرى سابقا؟ وكل المؤشرات حاليا تؤكد ان الكاظمي لم يكن في صف الثوره كما كان يروج. هو حاول أن ينتقل الثورة ولكنه بعيد كل البعد عن الثورة، لا علاقة للثورة به، ولكن يحاول أن يظهر بهذه الصورة. أما ما توجهاته فتوقع توجهاته يذهب باتجاه إعادة ذاته مرة ثانية باستخدام سواء الثورة وادعائه أو باستخدام قدراته كرئيس حكومة، ولكن التزوير سيكون بالتأكيد سيد الموقف، والمقاطعة بإذن الله ستكون أكثر تأثيرا، وبالتالي لا يغير كاظمي شيئا إن جاءه أو جاء غيره، فكلاهما سيان من رحم العملية السياسية الفاسدة. طيب الآن ما المطلوب من المجتمع الدولي وأهمية الخطوات الأمريكية بوضع رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض على قائمة العقوبات الأمريكية؟ هل هذا يمكن أن يكون له تأثير على ما يحدث في الشارع العراقي اليوم؟ بالتأكيد له يكون تأثير، ولكن حقيقة الأمر هي تقيد إلى حد معين ولا تنهي وجود وفاعلية. ولكن هكذا توجه الإدارة الأمريكية يعني أيضا استمرار النهج الأمريكي بذات الاتجاه واحتواء الفصائل واحتواء قادتها أو الحد من إمكانياتهم،
ولكن أتوقع أن هذا هو ليس أول ولا آخر شخصية يتم عليه إصدار هكذا قرارات، وتوقع قرارات لاحقة ستصدر بحق آخرين، وقد يذهب المسألة إلى أكثر من ذلك عندما قد يدعى إلى محاكم جنائية، وأتوقع هناك في الأدراج شيئا كهذا في المجتمع الدولي. الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.